هو التمويل الاستهلاكي للسيارات لم يتوقف. المشكله انه مصانع السيارات هي التي توقفت، والان بعد عوده هذه المصانع وبعض هذه المصانع ربما دخول مصانع جديده في مجال تركيب السيارات ستنطلق هذه العمليه من جديد. ونحن يعني في مصرف السلام الجزائر يعني لم يعني تمويل السيارات بصيغه التيسير والبيع بالتقسيط متواصله ومع يعني في حدود ما هو متاح من سيارات، وبالتالي العمليه ستتواصل في حدود ما هو متاح من السيارات المركبه محليا، لان القانون لا يسمح بالتمويل الاستهلاكي الا للمنتجات المركبه او المصنعه محليا في الاقتصاد الجزائري. نعم.